عودة إليكم من جديد مشاهدي الكرام ومع تلك المشاهد الجميلة حقيقة من محافظة شمال الباطنة وتحديدا من ولاية صحار. نعود بكم إلى استوديو برنامج قهوة الصباح في محافظة مسقط، وحديث هذه المرة سيكون إن شاء الله تعالى عن شاب عماني يبتكر روبوت يعمل بالطاقة الشمسية لنقل الأدوات والبضائع. شبابنا مبدعين وحاضرين في مختلف المجالات وشتى الميادين، وبذلك إحنا من خلال برنامج قهوة الصباح نسعى لاستعراض هذه الجهود وهذه العطاءات من أجل الوطن. التفاصيل وغيرها بوجود أخونا حمود بن سعيد المعمري، طالب جامعي مبتكر لهذا الروبوت. مرحبا بك سهل يا حمود، وصباح الخير، وسعيدين جدا بوجودك اليوم معنا. صباح النور والسرور، أنا أسعد بوجودي هنا. أهلا وسهلا بك مرة أخرى حمود. يعني كما ذكرنا أنه هو روبوت يعمل بالطاقة الشمسية، لو نتحدث أكثر ونعرف المشاهد الكريم من أين جاء هذا الابتكار؟ جاء الابتكار من خلال مرحلة دبلوم متطلب مشروع التخرج، فكنت أبحث في قطاع لوجستي وعن المشاكل والعوقات الموجودة في القطاع، فوجدت عوقات في نقل بضائع داخل المباني من داخل المؤسسات من مبنى إلى آخر. فمع تطلع عمان 2040 باستعمال التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والرؤية الحاسوبية، فمن هنا بثقت فكرة الروبوت. ممتاز، هذا أول روبوت لك يا حمود أو سبق ولك تجارب سابقة؟ لي تجارب سابقة ولكن أعظم روبوت لي يعني المقرب جدا إلى قلبك كونه ما شاء الله يقدم خدمات مختلفة ومتنوعة. طيب أنا خاطر أعرف أيضا من خلالك بوجودك اليوم معنا في برنامجنا، إيش اللي كان يستهويك في مجال الابتكار والاختراع، وكيف قعدت فعلا أنك يعني تطور من مهاراتك وقدراتك وإمكاناتك في هذا المجال؟ طبعا شغف من نفس الروبوتات، حب الروبوتات بشكل عالي من ايام المدرسه، مش من ايام المدرسه، من بدايه الجامعه وصقل الجامعه لمهاراتي بحيث ان وفروا لي معلم يعلمني طول الوقت في اي وقت، ما شرط يعني وقت البروجكت حتى بدون البروجكت كان موجود معي. ممتاز. يعني عموما مع التضخم وعدد كبير من المؤسسات وايضا المصانع والمشاريع، صرنا بحاجه ممكن لمثل هذه الروبوتات حتى نتنقل او ننقل الاغراض والمعدات من مبنى الى مبنى اخر. طيب الان كيف ممكن نحن نستفيد من هذا الروبوت على ارض الواقع؟ هنا نتحدث عموما كمجتمع أو حتى كمؤسسة. مثل ما ذكرتي أنت أن المؤسسات عندنا اليوم تزيد يوم عن يوم، تزيد حجمها ويزيد عدد المباني، فهذه تسبب مشكلة أن نحن نحتاج ننقل أدوات من مبنى إلى آخر في نفس المؤسسة، ما نريد نطلع برا. فهذه المشكلة تسبب ضغط على القوى البشرية حيث أنهم يحتاجوا ينقلوا أشياء خفيفة، أوقات ما يحتاج يعني يصير بالنفس، أوقات تكون كبيرة الحجم ويحتاجوا شق وجهد فيه، وقاعد تكون خفيفة وقاعد تكون ثقيلة. مع وجود الروبوت أنت تخوز هذه المشكلة، تحلها من الأساس يعني. نعم جميل. طيب حمود، إحنا قبل شوية شفنا على الشاشة الروبوت اللي كنا نتكلم عنه، راح يظل بهذا الحجم أو لا قابل إن شاء الله تعالى إنه يكون الحجم الآن هذا هو؟ هي نعم. ممتاز. الروبوت الحين بصورته الأولية. ممتاز. ممكن عيد برمجته بصيغة ثانية لتتطلب مع المتطلبات يعني، والأحجام ممكن تزيد وممكن تنقص على حسب المؤسسة نفسها. حلو، طريقة العمل وآلية التنفيذ وأيضا أبرز الاستخدامات حتى اللحظة فيما يتعلق بخصائص هذا الروبوت. الروبوت حاليا ذات القيادة بس تحدد له مسار مسبق. حلو، ممتاز. ويتبع المسار المسبق، وفي نظام متفادي الصدمات، متفادي الصدمات، وأيضا في نظام السيفتي من ناحية إذا كان وجدت نيران يعني من غاز أو كان دخان أو اللهب بحد ذاته، هو بيوقف بيصدر إنذار. ممتاز. طيب الآن هذا الابتكار هل مرتبط مثلا بتطبيق معين ولا فقط هو مجرد هذا الروبوت؟ حاليا في الوقت الحالي لا، ولكن الخطة المستقبلية للتطوير أنه يكون له منصة خاصة فيه. جميل. طيب لماذا استخدم في هذا الابتكار أيضا الطاقة الشمسية؟ الطاقة الشمسية، الشمس بحد ذاتها واحدة من أصعب الأشياء اللي تأثر على القوى البشرية، التنقلات خاصة جو عمان يعني، وأيضا لها تأثير سلبي على الروبوتات بحيث أنها تأثر على حساسات مستشعرات حلها، ولكن روبوتي ما وجدت هذه المشكلة بسبب أني استعملت الرؤية الحاسوبية، خلصت من هذه المشكلة وصار الحل بدل لا تكون نقطة ضعف صارت نقطة قوة،
وصار ايضا يستعمل اعاده شحن الروبوت للحركه يعني. نعم، الحين هو يقوم بالعمل، يقوم بكل التفاصيل المرتبطه بهذا الروبوت، خلاص جاهز تماما؟ جاهز 100%. او لا قابل للتحديث والتطوير يعني؟ قابل للتحديث، ما في شيء يوقف مكان واحد، ولكن ممتاز. الحين في الصوره الحاليه جاهز هو، ولكن اقدر انا اطور واحدث فيه مثل ما اريد. ممتاز ممتاز. طيب حاولت قدر الامكان انك يعني تعرضه على مؤسسات معينه او مصانع محدده بحيث انه يتبنوا هذا المشروع، هذا الابتكار؟ ما عرضته على حد، استعملته في الجامعه بس، ما عرضته على مؤسسات او حد خارجي، لكن استعمال في الجامعه كان موجود. كيف شفت الاصداء من قبل اداره الجامعه؟ اداره الجامعه مرحبه دائما وابدا. دكتور احمد عميد الجامعه كان من اوائل الناس المحفزين للموضوع. جامعه التقنيه والعلوم التطبيقيه بشناص. ممتاز. ترى مو شرط ان الواحد يستخدمه في المؤسسه، حتى في البيت. صحيح صحيح، ممكن انه يكون موجود الروبوت يسهل علينا امور كثير. الوالده بتسمعش الحين. اوه ما شاء الله، مره طيبه. جميل، ابتكار جدا رائع، ونحن نشكر ايضا تواجدك اليوم معنا الفاضل حمود بن سعيد المعمري، طالب جامعي مبتكر روبوت يعمل بالطاقه الشمسيه. كل التوفيق لك ان شاء الله في هذا المجال. اشكركم على الاستضافه الجميله، انا سعيد جدا بالاستضافه، ومن هنا أخذ الفرصة أني أشكر العائلة الكريمة والأصدقاء على الدعم المعنوي المستمر، وأيضا أشكر دكتور أحمد البلوشي رئيس قسم الهندسة لدعمه المستمر لي بشكل خاص. ومن هنا بعد شوية بخض لمعلمي وأستاذي ومشرف المشروع دكتور أندر على تعبه وجهده يعني معي، وشكر لعائلة قهوة صباح على الاستضافة الجميلة. كل التوفيق لك إن شاء الله. إذا مشاهدينا نحن أيضا نستمر معكم في قهوة الصباح، لدينا مجموعة من المساحات المختلفة والتقارير المنوعة. ننتقل بكم الآن إلى فاصل قصير، وبعدها إن شاء الله لنعود من جديد. كونوا معنا.